السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أكدت مصادر جد موثوقة أنه تم توقيف المستثمر الفرنسي الذي ظهر في شريط فيديو وهو يقوم بدس عشوائي وحشي للعشرات من رؤوس الأغنام بضواحي مدينة المحمدية. وحسب مصادرنا الموثوقة فإن مصالح الشرطة القضائية بشرت التحقيق مع ذات الشخص بعد توقيفها عقب بث الشريط المذكور على شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. وأظهر الشريط ذات الشخص وهو يقوم بالشكل الانتقامي بدس عشرات رؤوس الأغنام بوحشية بسبب اقتحامها لمنطقة يعتقد أنها في ملكيتها بينما كان يرعاها طفل قاصر. ومن خلال شريط الفيديو تبين أن ذات الشخص هدد الراعي الصغير بالقتل دهسا كما فعل مع رؤوس الغنم. نشكركم على حسن المتابعة.